الله الرحمن الرحيم. احنا اتكلمنا قبل كده اولا عن الالوستيريك موديفايرز، وقلنا في منهم اكتيفيتورز وفي منهم انهبيتورز. يمكن ما وضحناش كويس هما بيعملوا ايه بالظبط، بمعنى ازاي الالوستيريك موديفاير يعمل اكتيفيشن للانزيم او يعمل او الالوستيريك انهبيتور يعمل انهبيشن للانزيم. الميكانيزم هو ان الالوستيريك موديفاير بيتحد كل مع الانزيم في مكان مخالف للاكتيف سايت، عشان كده سميناه الوستيريك، مش كده؟ طب بس الاتحاد ده يؤدي الى ايه؟ يؤدي الى كونفورميشنال تشينج ان ذا انزيم. احنا عارفين الانزيم ايه الكيميكال نيتشر بتاعه؟ بروتين. قلنا البروتين له كونفورميشن، ايه المقصود بكلمه كونفورميشن بروتين؟ اللي هو الستراكشر بتاعه، الثري دايمنشنال ستراكشر. الثري دايمنشنال ستراكشر بتاع البروتين هو اللي بنسميه بروتين كونفورميشن. الالوستيريك موديفاير لما بيتحد مع الالوستيريك سايت بيعمل ايه؟ بيعمل كونفورميشنال تشينج ان الانزيم، بيغير من شكل الانزيم. بحيث يؤدي ايه في الاخر بقى؟ ان الاكتف سايت يعمل مور سوتابل تو يونايت ذا سبستريت، يبقى في الحاله دي هيعمل اكتيفيشن. يعمل ليس سوتابل تو يونايت ذا سبستريت، يبقى في الحاله دي هيعمل انهبيشن. اوكي؟ طيب هننتقل الى الجزء الاخير من الانزيمز اللي هم الانزيم انهبيتورز. والانزيم انهبيتورز بنقسمهم الى نوعين، ريفرسبل وريفرسبل. الريفرسبل انهبيتورز يشمل ثلاث انواع، كومبيتيتيف ونان كومبيتيتيف والوستيريك. الريفرسبل انهبيتورز يا اما بيشتغلوا على الكو فاكتورز، يعملوا بلوك للكو فاكتور وبالتالي يمنعوا الاكشن اوف الانزيم، او اما يشتغلوا على البروتين بارت اوف الانزيم، الابو بروتين. اوكي؟ طيب هنبدا بالريفرسبل انهبيتورز وهنبدا بالكومبيتيتيف انهبيتورز. طبعا الكومبيتيتيف انهبيتورز نوع من الريفرسبل انهبيتورز. يعني ايه اولا كومبيتيشن؟ كومبيتيشن يعني تنافس، كلمه كومبيتيشن يعني تنافس. ها؟ فالكومبيتيتيف انهبيتورز بيعملوا ايه؟ بيعملوا كومبيتيشن مع السبستريت فور ذا اكتيف سايت. بيحصل تنافس بين الانهبيتور وبين السبستريت على ايه؟ على الاكتيف سايت. ده نتيجه ايه بقى يا ترى؟ ازاي يحصل تنافس بين الاثنين على الاكتيف سايت؟ لازم يبقى في بينهم ايه؟ تشابه. في structural similarity between the inhibitor and the substrate. ال competitive inhibitor دايما بيبقى شبيه بال substrate من ناحية ال structure. واحنا اتفقنا ان الانزيم عشان يشتغل على substrate الاول بيحصل بينهم ايه؟ اتحاد، ويعملوا انزيم substrate complex. قلنا هذا الاتحاد بيحصل فين؟ عند ال active site. نتيجة ايه؟ نتيجة chemical groups موجودة على substrate وكيميكال جروبس مقابله موجوده في الاكتف يؤدي الى اتحاد بين الاثنين. وبالتالي لو كان عندي حاجه شبيهه بالسبستريت هتعمل ايه؟ هتتحد مع الانزيم عند الاكتف سايت. طب لو اتحدت مع الانزيم عند الاكتف سايت، هل الانزيم يظل قادرا على الاتحاد مع السبستريت؟ لا، خلاص قفلت السكت عليه، ما اصبحش قادر على الاتحاد مع السبستريت. الانهبيتور اتحد مع الاكتف سايت، يبقى الاكتف سايت ده مش هيقدر يتحد مع السبستريت، وعشان كده بيحصل انهبيشن. اوكي؟ يبقى اول حاجه نعرفها عن الكومبيتيتيف انهبيتورز ان هم structurally similar to the substrate، وان هم they combine reversibly to the active site of the enzyme نتيجه هذه structural similarity، وهو ده السبب في الانهبيشن. اوكي؟ طيب ساعات بنسميهم ايه؟ الكومبيتيتيف انهبيتورز دول ساعات بنسميهم سبستريت انالوج انهبيتورز. ايه معنى الجمله دي؟ او ايه معنى هذا المقطع؟ يعني ايه سبستريت انالوج؟ انالوج يعني ايه؟ يعني شبيه. كلمه انالوج يعني شبيه. فبنسميهم سبستريت انالوج انهبيتورز
لأنهم شبيهين بالسبستريت. ساعات بنسميهم كمان ميتابوليك أنتاجونيست. كلمة أنتاجونيست يعني إيه؟ يعني مضاد. ليه؟ لأنهم بيضادوا بيمنعوا الميتابوليزم. بيمنعوا إن الإنزيم يشتغل على السبستريت. وبالتالي بيمنعوا الميتابوليزم فعشان كده بنسميهم ميتابوليك أنتاجونيست. أوكي؟ وقلنا سبب الانهبيشن ان هما ستراكشرالي سيميلر تو سبستريت فبيتحدوا ريفرسبلي ما ننساش مع الكاتاليتيك سايت او مع الاكتيف سايت والانزيم ويعملوا ايه مع بعض؟ اي اي كومبلكس انزيم انهبيتور كومبلكس وبالتالي يحصل انهبيشن اوف فورميشن اوف انزيم سبستريت كومبلكس وبالتالي يقللوا السبيد اوف ذا ريكشن او ذا فيلوسيتي اوف ذا ريكشن. اوكي؟ طيب يا ترى يعني ده بيصور العمليه ادي الانزيم اهو في العادي بيتحد مع السبستريت يعمل انزيم سبستريت كومبلكس وبعدين يحصل ايه؟ يحصل اكتيفيشن للسبستريت ويتكسر في الاخر الى انزيم زائد بروجرس نوعيه التفاعل وبعدين الانزيم يرجع يتحد مع سبستريت جديد ويكرر العمليه. انما هنا بقى بقول في عندي انهبيتور يقدر يتحد مع الانزيم في نفس المكان اللي بيتحد مع السبستريت وبالتالي يعمل اي اي كومبلكس والاي اي كومبلكس لا يستطيع الاتحاد مع السبستريت لان الانهبيتور حل محل السبستريت عند الاكتيف سايت. طيب درجه الانهبيشن اللي درجه اعتمد على ايه؟ درجه الانهبيشن درجه الانهبيشن تعتمد على ايه؟ تعتمد على حاجه رئيسيه هل هي تعتمد على الابسولوت كونسنتريشن اوف ذا انهبيتور اولا ولا على نسبه الانهبيتور الى السبستريت؟ النسبه دي تعتمد على النسبه. لو انا حطيت كميه معينه من الانهبيتور وحصل درجه معينه من الانهبيشن طب لو زودت السبستريت يحصل ايه؟ لان في كومبيتيشن بين الاثنين وبالتالي لما زود السبستريت كونسنتريشن يزق الانهبيتور ويطلعه. ليه؟ لان الانهبيتور قلنا بيتحد مع الانزيم ريفرسبلي ما نساش. الاتحاد بين الانهبيتور والانزيم ريفرسبلي. وبالتالي لو زودت السبستريت السبستريت يشيل الانهبيتور ويحل محله ويرجع يزيد نشاط الانزيم. زودت الانهبيتور يحصل العكس. فاذا درجه الانهبيشن اساسا تعتمد على النسبه بين تركيز الانهبيتور وتركيز السبستريت. هي تعتمد بالاضافه كمان على درجه الافينيتي بينهم وبين بعض، يعني الافينيتي بين الانزيم وبين السبستريت قد ايه؟ والافينيتي بين الانزيم والانهبيتور قد ايه؟ اوكي؟ كل ما زادت الافينيتي بين الانهبيتور والانزيم طبعا زادت الديجري اوف انهبيشن والعكس بالعكس. انما الاهم منها بقول تاني النسبه بين تركيز السبستريت وتركيز كل ما زاد الانهبيتور كونسنتريشن زاد الانهبيشن وكل ما زاد السبستريت كونسنتريشن قل الانهبيشن. لان السبستريت في الحاله دي هيطرد الانهبيتور ويحل محله ويعمل اي اس كومبلكس. طيب بناء على هذا الكلام تفتكروا ما تاثير الكومبيتيتيف انهبيتور على البي ماكسيمم؟ هل الانهبيتور يؤثر على البي ماكسيمم ولا لا يؤثر على البي ماكسيمم؟ حسن السؤال تاني دلوقتي خدوا بالك ان كل ما زود السبستريت هيقل الانهبيشن هنطرد الانهبيتور ونحل محله. اوكي؟ والعكس بالعكس. طيب من كده نستنتج ان هل الكومبيتيتيف انهبيتور بيأثر على البي ماكسيمم ولا لا يؤثر على البي ماكسيمم؟ لا يؤثر. ليه لا يؤثر؟ لان لما ازود السبستريت قوي هشيل الانهبيتور وهوصل للبي ماكسيمم تاني. واضح الكلام؟ وفعلا لما نرسم العلاقه ودي بقى مهمه قوي في الاخر بين السبستريت كونسنتريشن والبيراسيت اوف ريأكشن اللي هو اللي عملناها قبل كده قلنا الكيرف نورمالي هايبربوليك ادي شكل الكيرف في الحاله العاديه من غير وجود الانهبيتور. اوكي؟ من غير وجود انهبيتور ادي شكل الكيرف هايبربوليك. اوكي؟ طبعا ده البي ماكسيمم اهو. ناخد نص
ونرسم خط افقي يقابل الدرب بتاعي عند نقطه معينه، نعمل خط راسي نطلع الكيان ادي الكيان. لو حطينا انهبيتور يحصل ايه؟ لو حطينا انهبيتور هل يا ترى البيماكسيم تتأثر ولا لا؟ ليه؟ لان احنا بنزود قوي السبستريت هنوصل الى نفس البيماكسيم. طبعا هنا هنضطر نحط سبستريت اكثر من العادي عشان اوصل للبيماكسيم، بس في الاخر هوصل لنفس البيماكسيم. لان السبستريت هتطرد الانهبيتور كان الانهبيتور مش موجود. انما ايه يحصل بقى للكي ام؟ واضح ان الكي ام قرارها ايه؟ زادت. الكي ام زادت. ليه الكي ام زادت؟ لان I should add more substrate to reach half maximum velocity. ها؟ عشان اوصل ل half maximum velocity I should add more substrate. وبالتالي الكي ام بتكبر. ها؟ وساعات بنسميها apparent كيم. apparent يعني ايه؟ يعني ظاهريه، يعني مش دي الكيم الحقيقيه. ليه مش دي الحقيقيه؟ لان دي في وجود انهبيتور، في وجود حاجه غير طبيعيه. ها؟ في عدم وجود انهبيتور دي الكيم العاديه اللي هي دي. في وجود الانهبيتور في كيم جديده بنسميها apparent كيم. دي كيم ظاهريه مش حقيقيه، لان دي في وجود الانهبيتور. كويس، لو عملنا بقى الماي ويفر بيرد بلوك يا ترى هيبقى شكل الكيرف ايه؟ طبعا ده في شكل الكيرف في عدم وجود الانهبيتور. طيب يا ترى في وجود الانهبيتور يبقى الكيرف شكله ايه؟ ده الكيرف الجديد اللي هو مرسوم بالاحمر. اوكي؟ ده الكيرف الجديد. طيب انت يعني معناها ان ميل الكيرف زاد ولا قل ولا فضل زي ما هو؟ الميل زاد. اوكي؟ طيب اقدر استنتج ان الكيرف الجديد لازم يبقى بالشكل ده؟ ازاي؟ نمرة واحد البيماكس ما تتغيرش، يبقى لازم الكيرف بتاعي الجديد يمر بالنقطة دي. لأن قلنا نقطة التقاء الكيرف بتاعي مع الواي اكسس هو واحد على البيماكس. يبقى لازم يلتقوا مع بعض عند النقطة. وفي نفس الوقت قلنا الكيرف ما هيجرى لها ايه؟ هتكبر. يبقى واحد على الكيرف لازم تاني. اوكي؟ واضح ان واحد على الكيرف الجديدة اهي. يبقى لازم الكيرف الجديد يمر بنفس النقطة دي اللي هي واحد على دي ماكسيمم ما اتغيرتش، وفي نفس الوقت لازم واحد على كي ام تبقى أصغر لأن الكي ام أكبر من الكي ام الأصلية. دي الكي ام الأصلية دي الأبارنت كي ام، إن ناقص واحد على كي ام زي ما قلنا. يبقى إذا ممكن بسهولة نرسم الكيرف الجديد. أوكي، ما هي أمثلة بقى؟ عرفنا دلوقتي فهمنا ايه اللي بيحصل في حاله الكومبيتيتيف انهبيشن؟ ايه الامثله بتاعتي؟ اول مثال لازم نعرفه هو اول مثال اكتشف لهذا الميكانيزم اوف انهبيشن. اللي هو يا ترى ايه؟ ان المالونيك اسيد انهبيتور لانزيم اسمه ساكسينيت دي هيدروجينيز. ساكسينيت دي هيدروجينيز ده بيعمل ايه؟ ده بيشيل هيدروجين من الساكسينيك اسيد. عشان كده بنسميه ساكسينيت دي هيدروجينيز. كويس؟ اول ما اكتشفوا الكومبيتيتيف انهبيتورز كانوا اكتشفوا ان المالوري اسيد انهبيتس ذيس انزايم. يا ترى ايه؟ نبص كده على الساكسينيك اسيد اهو. ذيس ساكسينيك اسيد. سمعنا عنه قبل كده؟ خدوا بالكم في اثنين كارباكسل جروب وبينهم اثنين سي اتش 2. ها؟ خدناها قبل كده بمناسبه ان هو بناخد بنطلع منه واحد من الامينو اسيد اللي هو اسبارتيك اسيد. الساكسينيك اسيد ده لما اشيل هيدروجين من السي اتش 2 دي واحط بدلها امينو جروب يطلع لي اسبارتيك اسيد، واحد من الاسيتيك امينو اسيد. ده الساكسينيك اسيد. اوكي؟ ده المالونيك اسيد. ايه التشابه بين المالونيك اسيد والساكسينيك اسيد؟ ان الاثنين فيهم ايه؟ اثنين كاربوكسيل جروبس. ايه الفرق بين الاثنين؟ ان هنا التو كاربوكسيل جروبس عندي واحده سي اتش 2 في حاله المرارق وعندي اثنين في حاله السكسينيك. واضح ان في ستراكشرال سيميلاريتي، في تشابه في التركيب بين ايه؟ بين المرارق اسيد وبين السكسينيك اسيد. وبالتالي المرارق اسيد will inhibit the enzyme that removes hydrogen from succinic acid اللي هو succinic dehydrogenase. اوكي؟ نتيجه ايه تاني؟ ستراكشرال سيميلاريتي. وبالتالي الماروني كاسيت ممكن يتحد مع الساكسينيت دي هيدروجينيز فين؟ عند الاكتف سايتس اللي هو بيتحد نورمالي مع الساكسينيت كاسيت.
فبالتالي يحل محل الساكسينيك اسيد، يبرد الساكسينيك اسيد ويمنع الاكشن اوف الانزيم، ويبقى كده حصل كومبتيتيف انهبيشن. اوكي؟ ده الكلاسيك اكزامبل، ده اول مثال اكتشف للكومبتيتيف انهبيشن. اول مثال اكتشف هو تاثير الماموريك اسيد على الساكسينيك دي هايدروجينيز. على فكره الساكسينيك دي هايدروجينيز ده واحد من الانزيمز بتوع السيتريك اسيد سايكل، الكريب سايكل. الكريب سايكل فيها انزيم اسمه ساكسينيك دي هايدروجينيز، هنسمع عنه بعدين ان شاء الله. طيب مثال اخر بقى، تاثير ال PABA وده اختصار لبارا امينو بنزويك اسيد، وده الاستراكشر بتاعه وما يلزمش نحفظه، ما يلزمش نحفظه، ده اسمه بارا امينو بنزويك اسيد. ليه؟ طبعا الرينج دي ايه؟ بنزين رينج، لو حطيت لها كربوكسيل جروب يبقى اسمها ايه؟ بنزويك اسيد. لو حطينا كربوكسيل جروب على البنزين رينج يبقى اسمه بنزويك اسيد. طب حطينا هنا كمان امينو جروب يبقى اسمه امينو بنزويك اسيد. اوكي؟ امال ايه بارا في الاول دي؟ يعني ده بارا بوزيشن، يعني ايه؟ يعني ابعد مكان عن الكربوكسيل جروب، مكان نمرة 4. المكان اللي فيه الكربوكسيل جروب اسمه نمرة 1، ده نمرة 2، ده نمرة 3، نمرة 4 هشفك فيها امينو جروب يبقى اسمها بارا امينو بنزويك اسيد. البارا امينو بنزويك اسيد ده يلزم لبناء دايمر مهم جدا لنمونا احنا وكذلك لنمو البكتيريا. الفيتامين ده اسمه ايه؟ اسمه فوليك اسيد. فوليك اسيد ده واحد من البي فيتامينز، هندرسه بالتفصيل ان شاء الله قدام. الفوليك اسيد ده مهم جدا للنمو. ليه مهم للنمو يا ترى؟ هنعرف بعدين. مهم لبناء البيورينز والبايرينينز، هنعرف بعد الكلام. اوكي؟ طيب اذا لو في نقص في الفوليك اسيد يحصل ايه؟ يقل النمو، سواء بالنسبه لنا احنا او بالنسبه للبكتيريا. البكتيريا بقى يلزمها بي اي بي اي بارامينوبيزويك اسيد لبناء الفوليك اسيد، لبناء الفوليك اسيد. البكتيريا بتبني فوليك اسيد. طب واحنا كمان بنبني فوليك اسيد؟ لا، احنا بناخده جاهز في الاكل. احنا عندنا فوليك اسيد موجود جاهز في الاكل، احنا ما بنبنيش فوليك اسيد، لما البكتيريا بتبني فوليك اسيد. والبكتيريا عشان تبني فوليك اسيد محتاجه ايه؟ قلنا بارامينوبيزويك اسيد. اوكي؟ بناء عليه لو عرضنا البكتيريا لمركب زي ده، المركب ده اسمه سالفانيلامايد، ده السالفانيلامايد برضه ما يلزمش نحفظ الاستراكشر بتاعه. هل في تشابه بين السالفانيلامايد والبارا امينو بنزويك اسيد؟ ايوه طبعا، الاثنين فيهم بنزين رينك، الاثنين فيهم امينو جروب. بعد كده البارا امينو بنزويك اسيد فيه كربوكسيل جروب، انما هنا في سالفونيك اسيد جروب وفيها كمان امايد. امايد يعني ان اتش 2 شبكه اسيد جروب، شبكه كاربوكسي جروب، او في اي اسيد جروب اخرى زي السالفيت جروب اللي هي اس او 2 لين. اوكي؟ فبالتالي ده اسمه سالفانيل امايد عشان في هنا امايد بين الامين وبين السالفيت اللي هي جزء من السالفانيل امايد. السالفانيل امايد ده بقى احد انواع السلطه دراجز. سمعتوا عن ادويه السلطه؟ السلطه دي بتعمل ايه؟ بتمنع نمو البكتيريا. وهنا بقى يجي السؤال اللي ممكن نسال فيه، ازاي السلطه دراجز بتمنع نمو البكتيريا؟ فكيف تكون الاجابه؟ ازاي السلطه دراجز بقول بتمنع نمو البكتيريا؟ السلطه دراجز معروف انها بتستخدم للايه؟ كانتي بكتيريا. لو واحد جاله انفكشن، جاله ميكروب، بكتيريا وعاوز يتخلص منها يعمل ايه؟ ممكن يستعمل السلفر دراجز. ازاي بقى السلفر دراجز؟ مين يعرف يجاوب؟ كيف تمنع السلفر دراجز نمو البكتيريا؟ اول حاجه قلنا ان السلفر دراجز ار ستراكشرالي سيميلر تو ايه؟ بارا امينو بنزويك اسيد. وبالتالي السلفا دراجز بيعمل ايه؟ تمنع بناء الفوليك اسيد باي اكتين. اوكي؟ فاهمين خطوه خطوه؟
أول حاجة يقول إيه؟ سالفا دراجز ار ستراكشرالي سيميلر تو بارا أمينو بنزويك أسيد. بارا أمينو بنزويك أسيد إز ريكوايرد فور ذا سينثيسيس أوف فوليك أسيد باي روتين. In the presence of sulfa drugs, يحصل competitive inhibition, وبالتالي we inhibit the formation of folic acid by the feed. Folic acid is important for bacterial growth. ليه folic acid مهم للبكتيريال growth؟ عشان مهم لبناء البيورينز اللي هي مهمة في ايه؟ في بناء النيوكليك acids وبالتالي for bacterial growth. ايه علاقة بناء النيوكليك acids بالبكتيريال growth؟ أو bacterial multiplication. مهمة لبناء الـ DNA، وإحنا عارفين قبل ما الخلية تنقسم لازم يحصل إيه؟ تضاعف للـ DNA اللي فيها. مش كده؟ اللي إحنا بنسميها replication. لازم يحصل replication للـ DNA الأول علشان السيل تقدر تنقسم. فإذا إحنا منعنا بناء الـ DNA هنمنع التساوي الأخير. في أدوية أخرى برضه بتستخدم لمنع بناء الـ DNA وبتشتغل بطريقة مشابهة ولكن مختلفة شوية اللي هي أمينوبتيرين وميثوتريكسيت. الاثنين دول أنتي كانسر دراجز. اللي بيستعمل أكشولي الميثوتريكسيت. الميثوتريكسيت بيستعمل فعلا أز أن أنتي كانسر دراج. أوكي إزاي؟ زي ما قلنا ان الفوليك اسيد هنسميه هنا فوليت لان الاحماض في جسمنا بتبقى عليه املاح فبدل ما هنسميه فوليك اسيد هنسميه فوليت. بيتحول في جسمنا الاول الى دايهيدروفوليت ثم الى تترا هيدروفوليت وفي الواقع تترا هيدروفوليت هي اللي لازمه لبناء البيورينز وواحد من البيورينز اللي هو الصيني وبالتالي مهمه لبناء الاي ان اي وبالتالي مهمه للسيل مالتيفيكيشن. Okay. الميثوتريكسيت بتعمل ايه؟ بتعمل انهبيشن للانزيم اللي بيحول الدايهيدروفوليت الى تتراهيدروفوليت. وبالتالي تمنع بناء البيورينز والصينين وبالتالي تمنع بناء الدي ان ايه وبالتالي تمنع السيل مالتيبليكيشن وبالتالي تمنع الكانسر جروث. اوكي؟ هنا بوضح في نفس الدياجرام ازاي السلفا دراجز بتشتغل. سلفانيل مايد او سلفون مايد ده الاسم العام للسلفا دراجز. سلفانيل مايد اللي احنا بصينا عليه من شويه هو واحد من السلفا دراجز. سلفا دراجز دول كتير مش واحد كلهم على بعضهم بنسميهم سلفون مايدز. اوكي؟ قلنا السلفون مايدز بيعملوا ايه؟ بيمنعوا بناء الفوليك اسيد باي بكتيريا. ليه؟ لأن هما structurally similar to A to para amino benzoates. اوكي؟ الميثوتريكسيت انتي كانسر دراج ازاي بيشتغل؟ بيمنع الاكتيفيشن فوليك اسيد، او بلوك الفوليك اسيد عشان يشتغل لازم في الاخر يتحول الى تترا هيدروفوليك اسيد. وبالتالي يساعد على بناء البيورينز والثيمين على بناء الدي ان ايه وعلى السيل مالتيبليكيشن. فالميثوتريكسيت بقى structurally similar to فوليك اسيد او دايهيدروفوليك اسيد. وبالتالي الميثوتريكسيت بحيث انها ستراكشرالي سيميلر للفوليك اسيد بتوقف عمل الدايهيدروفوليك ريداكتيز تقلل تحويل الفوليك اسيد الى تترا هيدروفوليك اسيد تقلل بناء البيورينز والثيمين تقلل بناء الايه. اوكي؟ طب نتوقع يا ترى اللي بياخد ميثوتريكسيت ده كانتي كانسر دراج هل يحصل له مشاكل ولا لا؟ ليه حصل مشاكل؟ فإن هل يا ترى الميثوتريكسيت هيوقف نمو الكانسر سيلز بس؟ هيوقف نمو جميع الخلايا التي تتكاثر بسرعة. أوكي؟ وبالتالي نتوقع مثلا يحصل له إيه؟ أبسط حاجة ممكن شعره يقع أو دي حاجة مشهورة جدا عند اللي بياخدوا أنتي كانسر دراجز شعرهم يقع ليه؟ لأن النمو بتاع الشعر هيقف. السيل مالتيبيكيشن هتقف بيبقى فيها نمو الشعر. بس دي أقل حاجة في الأحبية. دي ما فيهاش مشكلة إيه يعني نوع شعر مش مشكلة. ناس كتير ما عندهاش شعر. مش مشكلة. إنما
الفاسيلتي اللي انت بتكره. دي اكتر خلايا بتتكاثر بسرعه. خدوا بالكم هي بتعمل بنعتمد على ايه؟ بنعتمد على الخلايا بتتكاثر بسرعه اكتر هي بتتاثر اكتر، مش كده ولا ايه؟ كل ما كانت السيلز بتتكاثر اسرع كل ما كانت تتاثر اكثر بالميزوتكسين. وحيث ان الكاثر سيلز بتتكاثر بسرعه عشان كده هي اكتر حاجه هتتاثر. انما ايه اكتر سيلز يا ترى في الجسم بتتكاثر بسرعه؟ و البلاد سيلز بالظبط كده. البلاد سيلز. وبالتالي ممكن يجي لهم ايه بقى؟ بيعملوا ميثوتكسين؟ لوكوبينيا. ولما يجي لهم لوكوبينيا يحصل لهم انفكشن بسهوله. فلازم ينتبهوا قوي للحكايه دي. ينتبهوا يعني يعملوا ايه؟ يعني باستمرار يتابعوا البلاد كاونت. دايما يعملوا بلاد كاونت كل مثلا اسبوعين. علشان ايه؟ نتاكد ان ما حصلش ماركت لوكوبينيا. لان لو فضلنا ندي الميثوتريكسين كده من غير ما نتابع الامور ممكن يحصل لوكوبينيا تؤدي الى سبيل انفكشن اندس في الاخر. يعني احنا بنعالجه بالكانسر بس هنموته بالانتي كانسر ثيرابي. لا ما ينفعش. فدايما يجب المتابعه بان احنا نقيس استمرار الكوسيتي كاونت وما يصحش ابدا يقل النيوتروفيلز عن 1500 بير مايكرو ليتر. لان ده بيعرضه للانفكشن. اوكي، حد عنده سؤال في الجزء اللي فات ده؟ في حاجه شبيهه بقى بالميثوتريكسين بس بتشتغل على بكتيريا اسمه ترايميثافرين. ترايميثافرين ده انتي بكتيريا، واحنا خدنا مثالين على انتي بكتيريا الخضوية بس بيشتغلوا بطريقتين مختلفتين. السلفر جرامز بتشتغل على ايه؟ على اللي هي فوليك اسيد فيتامين دي. والترايميثافرين بيعمل ايه؟ بيعمل انهبيشن للدايهايدروفوليك ريداكتيز ان بكتيريا. اوكي؟ النتيجه واحده مش هقدر ارمي دي ان ايه؟ هوقف السيل مالتيبليكيشن، هوقف البكتيريا مالتيبليكيشن. طبعا بتتاثر على الرسيس كمان. بس مين يتاثر الاول؟ الوايت ديزيز الاول. احنا دايما بنقيس بنعمل بلاد كاونت. نشوف الهيموجلوبين والريد سيلز طبعا. ونشوف في نفس الوقت اللوكوسايتس. وطبعا اللي يخاف منها اكثر الا اللوكوسايتس. لان دي اللي اقل الاهلي هيموت. انما الهيموجلوبين برضه ممكن يقل. فاحنا بنتابع الاثنين. نتابع ده. البلاد كاونت دايما بنعمل الاثنين. اوكي. مثال اخر على الكومبتيتيف انهبيشن الالوبيورينول. ده تركيبة الالوبيورينول برضه ما يلزمش نحفظها. وده البيورينول اللي هو هايبوزانسين. هايبوزانسين ده واحد من الكيوريز هندرسه ان شاء الله اما ناخد الستراكشر بتاع اليوكي جاسس. هو الهايبوزانسين نفسه مش موجود في الدي ان ايه صحيح انما هنعرف بعدين ايه وضعه بالظبط. اوكي؟ ده الهايبوزانسين وده شبيه بالهايبوزانسين اسمه اللوبيورينول. اوكي؟ الفرق بين الاثنين النيتروجين دي هنا نمره 7 تحت الهايبوثالثين اتنقلت الى نمره 8 والكربون نمره 8 هي اللي اتنقلت محل النيتروجين نمره 7 في حاله الالوبيورينول. فاذا الالوبيورينول ستراكشرلي سيميلر تو هايبوثالثين في شبه بين الاثنين. طب ايه اهميه الحكايه دي بقى؟ اهميتها ان الالوبيورينول اللي انا بقول عليه ده بيساعدني جدا في علاج مرض اسمه جاوت. جاوت اللي هو بالعربي اسمه النقرس. النقرس سي في الاخر. ايه النقرس ده يا ترى؟ النقرس ده مرض بيبقى فيه زياده في اليوريك اسيد في الدم وفي التيشوز. وبيترسب اليوريك اسيد في المفاصل ويؤدي الى ارثرايتس الى التهاب في المفاصل. اقول تاني ايه هو النقرس ده؟ النقرس ده مرض بيبقى فيه زيادة في اليوريك أسيد في الدم وفي التيشوز وبيترسب اليوريك أسيد فين؟ في المفاصل. وما يترسب اليوريك أسيد في المفاصل يعمل إيه؟ التهاب في المفاصل. أوكي؟ ده النقرس. طيب أسباب النقرس إيه؟ إحنا نعرفها بعدين مش دلوقتي خالص. أنا جاي إن شاء الله. نعرف إيه أسباب النقرس. إيه سبب زيادة اليوريك أسيد؟ طيب نعمل إيه للناس اللي عندهم نقرس؟ نقل لليوريك اسيد صح؟
benzene and uric acid. نبدا باليوريك اسيد ده بيجي منين يا ترى؟ بيجي من الفيوريز. الفيوريز اللي هي موجوده في اليوريك اسيد. اوكي؟ وطبعا اليوريك اسيد موجوده فين؟ في جميع الخلايا اللي فيها نيوكلياي اللي هي تقريبا كل الخلايا ما عدا الريد سيلز هي الوحيده اللي ما فيهاش. وعشان كده النقرس هنلاقيه منتشر في الناس اللي بياكلوا لحوم كتير. ليه ترى؟ عشان لان اللحوم الكتير فيها نيوكلياي كتير، فيها نيوكليك اسيد كتير، اما تتكسر تديني يوريك اسيد كتير. وبالتالي تزود اليوريك اسيد في الجسم ويتعصب في المفاصل ويعمل التهاب في المفاصل. وعشان كده زمان سموا النقرس ايه؟ سموه مرض الملوك. النقرس زمان سموه مرض الملوك لان الملوك كانوا بياكلوا لحوم كتير وبالتالي معرضين لزياده اليوريك اسيد. بس المهم ان البيوريز اللي موجوده في اليوريك اسيدز في الاخر بتتحول الى هايبوزانسيل، وده بانزيم اسمه زانثيل اوكسيديز يتحول لزانثيل، والزانثيل اوكسيديز برضه يحول الزانثيل الى يوريك اسيد. فاليوريك اسيد بقول تاني جاي من البيوريز. بس احنا ما سمعناش يا ترى عن الهايبوزانثيل والزانثيل في البيوريز. لا، هما في البيوريز هما صحيح مش موجودين في الدي ان ايه، ولكن الادينين بيتحول في الجسم الى هايبوزانثيل والجوانين بيتحول الى زانثيل. وبالتالي الادينين والجوانين فاينلي بيتحولوا الى ايه؟ الى يوريك اسيد. مين اللي بيساعد على هذا التحول؟ انزيم اسمه زانثيل اوكسيديز. طيب ازاي يا ترى؟ وبعدين ازاي بقى يا ترى احول امنع تحول البيورينز الى يوريك اسيد؟ بان انا اعمل انهبيشن للزانثيل اوكسيديز. مين اللي بيعمل انهبيشن للزانثيل اوكسيديز بقى؟ الالوكيورينول. ففعلا الالوكيورينول ده من احسن الادويه اللي بتستعمل لعلاج التعطش. ليه بقى يا ترى؟ لان الالوكيورينول شبه مين؟ الهايبوزانثيل، وبالتالي it is a competitive inhibitor على الزانثيل اوكسيديز. الالوكيورينول بيوقف نشاط الزانثيل اوكسيديز، يوقف تحويل الهايبوزانثيل لزانثيل، ويوقف تحويل الزانثيل الى يوريك اسيد، وبالتالي يقل اليوريك اسيد وبالتالي يخف الهايبوز. اوكي، احنا شايفين ان الامثله بتاعتنا كلها امثله مهمه جدا، لانها كثير من الأدوية بتشتغل باي كومبيتيتيف انهبيشن. مثال خدتوه في الفيزيولوجي اللي هو تأثير الدايكيومارول على البلاد كواجيليشن. تأثير الدايكيومارول على البلاد كواجيليشن. الدايكيومارول شبيه بمين؟ بفيتامين كي. واحنا عارفين فيتامين كي مهم للبلاد كلوتنج. ليه؟ ايه علاقة فيتامين كي بالبلاد كواجيليشن؟ هل هو نفسه فاكتور في البلاد كواجيليشن؟ نو. امال ايه يا ترى؟ بيساعد على الماتيوريشن اوف فور اوف ذا بلاد كلوتنج فاكتورز. ها؟ مين هم بقى يا ترى؟ فاكتور 2 7 9 and 10. عندي اربعه من البلاد كواجيليشن فاكتورز اللي بيساعدوا على البلاد كواجيليشن. محتاجين فيتامين كي 4A فور اكتيفيشن، صح؟ لا غلط. فور ماتيوريشن. فور ماتيوريشن. ايه الفرق يا اولاد بين اكتيفيشن وماتيوريشن؟ اكتيفيشن اللي يحولوا الى اكتيف كلوتنج فاكتور يعني يعمل كلوتنج على طول دلوقتي. انما ماتيوريشن يعني اخليه قابل لانه يبقى اكتيفيشن. ادي الفرق بينهم. بتبقوا قوي ما حدش يقول ابدا اكتيفيشن. فيتامين كي ما بيعملش اكتيفيشن للبلاد كلوتنج فاكتور، بيساعد على الماتيوريشن اوف فور اوف ذا بلاد كلوتنج فاكتور اللي هم فاكتور 2. فاكتور 2 اللي هو مين؟ البروسوم. و7 اللي هو مين؟ بروكونفيرتر. مش كده؟ انا ما حطيتش الاسم ده. نسيته. اوكي، ما كانش حاجه. و9 اللي هو مين؟ الماين. لازم تعرفوا كريسماس
وتن اللي هو ستيوارد بروتين. الأربعة coagulation factors دول محتاجين فيتامين كي for their maturation. اوكي. أثناء هذا الشيء، أثناء استعمال الفيتامين كي for maturation of blood protein factor، الفيتامين كي بيتحول إلى فيتامين كي epoxide. بعد كده بالإيبوكسايد اللي ده فيز ده إنزيم بيحول الفيتامين كي إيبوكسايد إلى فيتامين كي اللي هو بعد كده بيساعد على الماتوريشن أو البلد بروتين فاكتورز. طب لو عملنا إنهبيشن للإيبوكسايد اللي ده فيز يحصل إيه؟ خلاص فيتامين كي يفقد نشاطه، لأن الفيتامين كي أثناء ما بيعمل ماتوريشن للبروتين فاكتورز بيتحول إلى فيتامين كي إيبوكسايد. لازم ارجعه تاني فيتامين كي عشان اقدر استعمله تاني، والا يبقى خسر عليا. وانا نورمالي ما عنديش مشكله لان عندي الايبوكسايد ده فيز، فبيرجعه تاني الى فيتامين كي وارجع اعيد استعماله. ولكن بقى في مجموعه من الادويه زي الدايفيومارول والوارفارين والماريبان، كل دول ادويه بتعمل انهبيشن للايبوكسايد ده. وبالتالي فيتامين كي بعد ما استعمله للماتوريشن اوف ذا بروتين فاكتورز يتحول لايبوكسايد وما اقدرش اعيد استعماله، وبالتالي يبقى عندي ايه؟ نقص في فيتامين كي. نقص فيتامين كي ما اقدرش اعيد استعماله، نورمالي لازم اعيد استعماله تاني. كده فبالتالي هيبقى عندي نقص في فيتامين كي، وبالتالي ما يحصلش ماتوريشن للبروتين فاكتورز. اوكي؟ طيب تفتكروا الادويه دي زي الدايكومرول، ودي ادي شكل الدايكومرول ودي فيتامين كي عشان اوريكم ستراكشر سيميلاريتي. ليه الدايكومرول بيشتغل كانتي فيتامين كي؟ لانه ستراكشر ليه سيميلار تو فيتامين كي. وبالتالي انهبيتس ايبوكسايد ريفليز الانزيم اللي بيعيد تحويل فيتامين كي ايبوكسايد الى فيتامين كي. اوكي؟ فاستعمال الادويه دي على طول يمنع إعادة استعمال الفيتامين كي، وبالتالي يبقى في فيتامين كي ديفيشنسي. طيب من الكلام اللي أنا قلته ده، لو واحد أنا عاوز أقلل الكواجيليشن بتاعه، بتيجي عنده ثروموفيليا، سمعت عن ثروموفيليا ولا لا؟ ثروموفيليا معناها شخص معرض يحصل له انترافاسكيولار كواجيليشن، انترافاسكيولار كواجيليشن. ده المقصود بثروموفيليا. لو واحد عنده ثرومبوفيليا وانا عاوز امنع طبعا ان يحصل له انترافاسكولار كلوتنج، انترافاسكولار كلوتنج ده هيسد لي البلاد فيسلز من حقه، مش كده؟ طيب ايه الادويه اللي بستعملها؟ في هيفرين وفي دايكومارول او وارفارين او ميبان اي حاجه من دي. اوكي؟ كويس خالص. طب يا ترى لو اديت انا دايكومارول هل تأثير الدايكومرول هيبقى immediate ولا هياخد وقت؟ يومين؟ لا أكثر من كده بكتير. أكثر من يومين. ليه ياخد وقت؟ عشان هو أصلا بيكومبتس مع شتاء بيبقى وقت من كتير لسه بيبقى حبة. طيب حد تاني يجاوب ليه بياخد مش أقل من أسبوع يومين؟ مش أقل من أسبوع. دكتور عشان الكونسنتريشن بتاعه يعلى عن السبستريت؟ اوكي. ايوه برافو عليك. لان الماتيور بروتين فاكتورز ما هم موجودين عنده. اوريدي هم موجودين. مش كده؟ على ما البروتين فاكتورز اللي موجودين عنده ماتيور دول يخلصوا ويجي يصنع جديد ما يعرفش يصنع جديد. فده هياخد ايام. إذا لو أنا مستعجل وما ينفعش أستنى كام يوم لازم أبتدي بيه على طول بالهيبرين، أكشلي إحنا بنبتدي الاثنين سوا. بنبتدي هيبرين ومعاها دايكيورو في نفس الوقت. أوكي؟ وبعدين باي تايم نعمل إيه؟ نوقف الهيبرين خلاص ملوش لازمة لأن الدايكيورو اشتغل خلاص. واضح الكلام؟ وفي نفس الوقت لو واحد واخد دوز كبيرة من الدايكيورو وعنده بليك ما عندوش بروتين فاكتورز ما ينفعش تجيله بليدنج. ده علاجه ايه؟ اديله فيتامين كي.
طيب هل يا ترى اعمل له فيتامين كي تاني يوم هيصلح؟ ما ينفعش. ليه بقى؟ على ما يصنع ناتيور بلوكينج فاكتور تاخد وقت برضه نفس القصه. اوكي؟ فاذا في الحالات دي يا ترى اعمل له ايه؟ لازم اديله فريش فروزن بلازما. فريش فروزن بلازما فيها بلوكينج فاكتور. اوكي؟ ده لو كان عنده بليدنج فعلا وما قدرش استنى، ده البليدنج ده ممكن يبقى فيري دينجرس. اوكي؟ طيب اخر مثال، مجموعه من الادويه اسمها ستاتنز، دول بيوقفوا نشاط انزيم اتش اسمه اتش ام جي او ال لاكتيز. الانزيم ده مهم في ايه يا ترى؟ في بناء الكوليسترول. وبالتالي الستاتنز دول بنستعملهم في ايه يا ترى؟ في الناس اللي عندهم زياده في الكوليسترول في الدم، هايبر كوليسترولينيا. اللي عندهم هايبر كوليسترولينيا، سيفير هايبر كوليسترولينيا، لازم نوقف بناء الكوليسترول. طبعا مش هنوقفه تماما، هنقلل بناءه. ها؟ هنقلله باستعمال الستاتنز. ايه الستاتنز دول؟ They are structurally similar to حاجه اسمها ميبرونيك اسيد، هنسمع عنها بعدين، اللي هو بيشتغل عليه ال HMG كوهيريدكتيز انزيم. اوكي؟ هما structurally similar actually to HMG كوهي. ان ال اتش ام جي كوري لاكتيز بيحول الى ميبرونيك اسيد عشان ابني بيه كوليسترول بعد. يعني التفصيل هنا مش مطلوب، بس تعرفوا ان الستاتنز بتوقف بناء الكوليسترول لانها شبيهه بال اتش ام جي كوري، وبالتالي بتوقف نشاط ال اتش ام جي كوري لاكتيز اللازم لبناء الكوليسترول. ده كده ملخص الكلام. اوكي؟ ويبقى كده خلصنا الكلام عن الكومبيتيتيف انهبيشن. وزي ما احنا شايفين كثير من الادويه بتشتغل باي كومبيتيتيف انهبيشن. وكثير من هذه الادويه يا اولاد احنا اخترعناها، يعني في بعضها اكتشف بالصدفه، انما كثير منها احنا اخترعناها مخصوص لان احنا بنينا حاجه شبيهه بالسبستريت عشان نقلل نشاط الانزيم اللي بيشتغل. لا شبه بعض طبعا، ازاي مش شبه بعض؟ فيهم تشابه كبير. طبعا الجزء ده كده اعتبر ده المرور نصين، النص ده كده لوحده شبيه والنص ده برضه لوحده، خدوا بالكم النصين زي بعض بالظبط. في تشابه، هم مش زي بعض بالظبط. هم ما ينفعش يكونوا زي بعض بالظبط. انما في تشابه بينهم. في امبيريكال جروبس متشابهه. اوكي؟ طيب ننتقل الى المجموعه الثانيه اللي هي نان كومبيتيتيف انهبيتورز. النان كومبيتيتيف انهبيتورز بيعملوا ايه؟ بيتحدوا مع الانزيم ويعملوا اي اي كومبلكس. الاي اي كومبلكس بقى ممكن يعمل بعد كده اي اي اس كومبلكس، يعني ما زال الانزيم قادر على الاتحاد مع السبستريت. ليه؟ اشمعنى هناك لا؟ لان هنا ما فيش ستراكشر سيميلاريتي، ولان هنا الانهبيتور بيتحد مع الانزيم في مكان اخر غير الاكتف سايت. غير الاكتف سايت. انما اتحاد الانهبيتور مع الانزيم بيقلل نشاط الانزيم. اوكي؟ رغم ان هو ما بيتحدش مع الاكتف سايت، انما بيقلل نشاط الانزيم. بيعمل اي اي كومبلكس، ده ممكن يتحد مع سبستريت ما يمنعش ولا حاجه. يعمل اي اي اس كومبلكس، انما ده بيشتغل على السبستريت ببطء، يحصل سلو اكشن اوف انزيم، وبالتالي يعمل انهبيشن. نورمال الانزيم بيتحد مع السبستريت يعمل اي اس كومبلكس، في عدم وجود الانهبيتور يحصل رابيد اكشن اوف انزيم، بيطلع انزيم زي البرودكت والانزيم يعيد الدوره زي ما قلنا زي. انما في وجود الانهبيتور لا، بيعمل اي اي اس كومبلكس وده بطيء في العمل. دي شغلة الـ non-competitive inhibitor. احنا ما عندناش أمثلة كثيرة للـ non-competitive inhibitor. إنما اللي عاوزين نعرفه عنها إيه مواصفات تأثير الـ non-competitive inhibitor على الـ maximum وعلى كذلك الـ KM. هنا بقى عكس الـ competitive بالظبط. يعني إيه؟ يعني يقلل الـ B maximum ولا يؤثر على الـ KM. الـ non-competitive inhibitor بقول تاني بيقلل البي ماكسيمم ولا يؤثر على الكيم. خلينا نشوف كده الكيرفز بتاعت
non-competitive behavior بالمقارنه لعدم وجود الانهبيتر. المرسوم بالاسود في عدم وجود الانهبيتر. الانهبيتر الاصلي اهو وادي الماكسيمم بتاعتي بنوصل لها في عدم وجود الانهبيتر. في وجود الانهبيتر قلنا ايه؟ تقل البي ماكسيمم. كان بيشد جزء من الانزيم وبالتالي البي ماكسيمم بتبقى قليله. هل يا ترى لو زودنا السبستريت يروح الانهبيشن ونوصل برضه للبي ماكسيمم؟ لا. لان مجال الانهبيتر موجود ووجود السبستريت لا يمنع الانهبيتر من الاتحاد مع الانزيم. اوكي؟ فبقول تاني ده البي ماكسيمم في عدم وجود الانهبيتر اللي هو مرسوم بالاسود هنا وده نص البي ماكسيمم. ليه بنعمل نص البي ماكسيمم؟ عشان نطلع الكام؟ اديك كام؟ في وجود الانهبيتر بقى البي ماكسيمم بتقل. اللي هي الكلمه المرسوم بالاحمر. طبعا الهاف بي ماكسيمم هتقل انما الكي ام هي هي لا تتغير. اوكي؟ طيب ده طبعا ما نعمل اللاين ويبر فيرس بلوت. يبقى شكله ايه؟ الكيرف الاصلي اهو في عدم وجود الانهبيتر اللي مرسوم بالاسود. طب في وجود الانهبيتر قلنا الكي ام مش هتتغير يبقى لازم الكيرف الجديد يمر ايه؟ بنفس النقطة ناقص واحد على كام؟ لا الكي ما غيرتش. طيب واحد على بي ماكسيم يا ترى نحطها فوق الأصلية ولا تحت الأصلية؟ ليه فوق؟ لأنها واحد أعلى وحيث إنها قلت يبقى حاجة تبقى إنها زادت لأنها واحد أعلى. واضح الكلام؟ فإذا سهل جدا نستنتج نرسمها إزاي؟ أوكي؟ ننتقل بقى المجموعة الأخيرة اللي هي الستيريك انهبيتورز. ودول في الواقع احنا اتكلمنا عنهم قبل كده. أما اتكلمنا عن الستيريك موديفايرز، أما اتكلمنا عن فاكتورز افكتنج ذا ريت اوف انزيم كاتالايز ريأكشنز، اتكلمنا عن الستيريك موديفايرز وقلنا دول يشملوا الستيريك اكتيفيتورز وانهبيتورز. صح؟ فين احنا نتكلم عن الانهبيتورز؟ الاكتيفيتورز خلاص قلنا الشعبية هنا عندنا عنوان الانهبيتورز. فايه هم بقى الالوستيريك انهبيتورز؟ نفس الكلام اللي قلناه قبل كده على الالوستيريك مونيفايرز. ان هم سمول اورجانيك مولكيولز، لازم يكونوا اورجانيك ولازم يكونوا سمول ولازم يتحدوا مع الانزيم في مكان ما على السيرفيس. يا ترى هو هو الاكتيف سايت؟ لا. الالوستيريك سايت، انذر سايت اسمه الالوستيريك سايت. اتحادهم على الالوستيريك سايت يعمل ايه؟ كونفورميشنال تشينج ان ذا بروتين انزيم مولكيول. الكونفورميشن تشينج ده يعمل ايه؟ يقلل الافينيتي بين الانزيم وبين السبستريت. وبالتالي الكي ام جرام ايه؟ يزيد. يبقى هيزود الكي ام. والاغلب كمان هيقلل البي ماكسيمم زي ما قلنا زمان. اوكي؟ طيب. قلنا عادة البي ماكسيمم بتقل انما الكي ام اكيد لازم تزيد. طيب في حاجه اسمها فيدباك انهبيشن، ايه هي؟ عادة الميكانيزم بتاعها الوستيريك اللي هو ايه بقى فيدباك انهبيشن. لو عندي باث واي كده كلمة ميتابوليك باث واي يعني ايه؟ يعني مركب معين يتحول الى مركب ثاني ثم ثالث ثم رابع ثم خامس اند سو فورث. مجموعة من الركامات بيتكونوا في جسمي واحد ورا واحد. على سبيل المثال احنا سمعنا عن حاجة قبل كده سميناها جلايكوليسيس. فاكرين؟ اللي هو تكسير الجلوكوز. ده بيتم على خطوات كتير قوي بتنتهي بالفورميشن اوف فايروبيك اسيد. اوكي؟ فده اسمه ايه كده؟ ميتابوليك باث واي. الجلايكوليسيس از ميتابوليك باث واي، يبدا بالجلوكوز وبينتهي بالفايروبيك اسيد. فده ميتابوليك باث واي نظري عباره عن تحويل ماده A الى B ثم C ثم D ثم E. يعني خطوات مش كتير كلهم اربعه. الخطوه الاولى بتتم بانزيم نمره واحد، الثانيه بانزيم نمره اثنين، انزيم نمره ثلاثه، انزيم نمره اربعه. هذا الميتابوليك باث واي بينتهي بإي. مادة اسمها إي. أي إي هتعمل إيه؟ هتعمل انهبيشن أوف انزيم 1. يا ترى إيه الميكانيزم عادة؟ ده بالتالي بنسميه فيدباك انهبيشن. فيدباك انهبيشن يعني إيه؟ يعني البرودكت يوقف الرياكشن. ناتج التفاعل اللي في الآخر ده يوقف الرياكشن اللي في الأول. ها؟ فيدباك انهبيشن. إيه لازمة الفيدباك انهبيشن تفتكروا؟ نوع من تنظيم بناء المواد الجسم. بمعنى لو عندي كميه كبيره من الاي هل يلزم افضل اصنع منها الاي؟ طبعا لا، لازم نوقف تصنيعها بقى خلاص، احنا مش محتاجينها اكتر
by allosteric inhibitor. عادة ايه ده؟ بيبقى allosteric inhibitor للإنزيم 1. احيانا الميتابوليك باثواي بيتفرع زي كده. يعني عندي مادة اسمها A تتحول ل B ثم B إلى C بإنزيم هنسميهم 1 و 2 ثم C يتحول إلى D أو E دي سكة ودي سكة. D بعد كده ممكن يتحول ل F و E ممكن يتحول إلى G بإنزيم أخرى C ل D من 3 و D ل F بإنزيم من 4 C إلى E بإنزيم من 5 و E إلى G بإنزيم من 6 مثلا يعني. أوكي؟ أما يكون كده باثواي متفرع وهناخد أمثلة بعدين هلاقي إيه بقى يا ترى؟ هلاقي مثلا المادة C دي ممكن توقف إنزيم 1 وفي نفس الوقت F و G هما كمان ممكن يوقفوا إنزيم 1 برضه إزاي؟ باي إيه؟ باي allosteric inhibition. ليه؟ ما دام عندي ما يكفيني من الـ F و G خلاص إنزيم 1 ما يصحش يشتغل فبنوقفه باي allosteric inhibition. أوكي؟ اوكي كمان ممكن الاف توقف عمل انزيم نمرة 3 والجي توقف عمل انزيم نمرة 5 ليه؟ ما دام عندي اف كفايه يبقى ما فيش داعي ان انزيم نمرة 3 يشتغل ادي فرصه ان انزيم نمرة 5 يحول سي الى اي عشان اعمل من جي خلاص؟ برضه لو عندي جي كفايه اوقف انزيم نمرة 5 وادي فرصه ان اعمل انزيم نمرة اف قصدي برودكت نمرة اف دول بنسميهم بقى مالتيبل فيدباك لوبس كل دول فيدباك ده فيدباك ده فيدباك كل دول فيدباك انهبيشن وكلهم عاده الميكانيزم بتاعهم الستيريك انهبيشن وعاده التاثير بتاعهم اديتيف يعني ايه اديتيف؟ يعني لنفرض ان اف عملت درجه معينه من الانهبيشن لانزيم 1 الجي يزود الانهبيشن والسي كذلك يزود الانهبيشن يعني كل واحد يعمل انهبيشن بطريقه مختلفه انما فاينالي كلهم يزودوا الانهبيشن. يعني لو عندي كميه معينه من الاف وعملنا درجه معينه من الانهبيشن لانزيم 1 هتيجي الدرجه من الانهبيشن تزيد لو عندي جي كتير كمان. لو عندي اف كتير وجي كتير الانهبيشن يبقى اشد من لو واحد منهم بس هو اللي كتير. اوكي؟ فده بنسميه اديتيف اكشن، اديتيف يعني ايه؟ يعني واحد بيزود الانهبيشن كمان. They add together. They add to the inhibition. دكتور. دكتور. هو هل ممكن الانزيم يبقى اكتر من الاستيريك؟ ايوه طبعا. ما هو احنا قلنا كده اهو. انزيم نمره واحد ده انهبيتد بـ F وانهبيتد بـ C وانهبيتد بـ G. ايوه. في اكتر من الاستيريك سايت. في اكتر من الاستيريك سايت. وكل واحد يعمل انهبيشن اند انهبيشن اد توجذر. درجه الانهبيت تزيد لو في اكتر من واحد. فده ممكن نسميه كمان كاميولاتيف انهبيشن كاميولاتيف يعني ايه؟ يعني اد توجذر بقى نفس المعنى كاميولاتيف او اكشن از اديتيف معناها وي هاف كاميولاتيف فيدباك انهبيشن اوكي كده خلصنا الريفرسبل انهبيتورز وننتقل الى الايرريفرسبل انهبيتورز الايرريفرسبل انهبيتورز هنقسمهم الى نوعين نوع بيشتغل على الكوفاكتورز ونوع بيشتغل على الانزيم سيل الانزيم بروتين كأمثلة على اللي بيشتغلوا على الكوفاكتورز تأثير البوتاسيوم أوكسالات والصوديوم سيترات والصوديوم والبوتاسيوم إيريكا والفلورايد على البلاد كوجيوليشن أوكي البوتاسيوم أوكسالات بتعمل إيه؟ بتتحد مع الكالسيوم اللي موجود في الدم وتعمل إيه؟ صالبول كالسيوم أوكسالات وبالتالي ده ايه تاثيره على البلاد كوجيوليشن يوقف البلاد كوجيوليشن ليه؟ لان الكالسيوم از ريكوايرد فور ذا كلوتنج فاكتورز. اوكي؟ سوديوم سيترات بتتحد مع الكالسيوم وتعمل ان ايونايز كالسيوم سيترات. هو الكالسيوم عشان يساعد على البلاد كوجيوليشن لازم يكون ايونايز كالسيوم. لو منعنا الايونايزيشن باضافه السيترات الكالسيوم مش هيترسب زي الحاجة الاوكسالات. انما هيبقى ان ايونايز فمش هيقدر يشتغل وبالتالي يمنع البلاد كوجيوليشن. الأريكا ما عرفش تعرف اسمها في الفيزيولوجي ولا لا اسمها إيثيلين دايمين تتراسيتيت الإيثيلين دايمين تتراسيتيت اللي هي الأريكا بتمسك مع الكالسيوم وتمنع عمله في البلاد كوليشن. الفلورايد ممكن يعمل نفس الشيء ولكن الأهم منه كمان شوية هنشوف الفلورايد بيعمل إيه إنما هنا ممكن برضه يتحد مع الكالسيوم
ويعمل فلوروفوسفيت صوت وده برضو يمنع البلاد فايبريشن. انما الفلورايد اقول له تاثير اخر مهم جدا ان بيعمل ايه؟ بيتحد مع المغنيزيوم كمان مش الكالسيوم بس. واما يتحد مع المغنيزيوم يعمل ايه بقى؟ يعمل انزيميشن انزايم لازم نعرف اسمه ايه وليز وده مهم للجلايكوليسيس. ليه لازم نعرف الفاكت دي يا فرد؟ لان دي بنسال فيه ازاي؟ لو انا عندي عينه دم وعاوز اعمل لها تحليل الجلوكوز بس مش هعمله دلوقتي هعمله بعد 5 ساعات. انا خدت عينه الدم دلوقتي من المريض بس لسه مش هقدر اعمل التحليل دلوقتي. ليه يا ترى؟ هل يا ترى لو حطيت عينه المريض على طول تخش على الجهاز وتتحلل؟ طبعا لا. انا بجمع العينات الاول مع بعضها وبعدين ادخلهم مع بعض على الجهاز. ممكن العينه اللي انا خدتها النهارده الصبح تخش على الجهاز بعد 2 3 4. طيب نتوقع يا ترى يحصل ايه للبلاد جلوكوز في هذه المده؟ هل البلاد جلوكوز يظل تركيزه كما هو ولا يتغير مع الوقت؟ يتغير مع الوقت. ليه بقى؟ لان الخلايا اللي موجوده في الدم هتعمل ايه؟ هتستهلك هذا الجلوكوز. هتستهلك هذا الجلوكوز. اذا باي تايم البلاد جلوكوز يقعد يقل. يبقى انا لما اعمل تحليل للعينه بعد 5 ساعات هلاقي البلاد جلوكوز اقل من الاصل مثلا يمكن 20 ملي جرام او اقل. طب ما ينفعش كده. طب نعمل ايه يا ترى؟ الحل ان احنا نحط فلورايد. ليه بقى يا ترى؟ ده السؤال اللي احنا بنساله. ليه بتحط فلورايد على عينات الدم اللي هنقيس فيها الجلوكوز؟ لان الفلورايد بيمسك مع المغنيزيوم اللازم لعمل انزيم اسمه ايلوليز اللي هو مهم عشان الجلوكوز يتكسر في داخل الخلايا. اوكي؟ الايلوليز ده انزيم بقول تاني يحتاج لمغنيزيوم. والايلوليز ده بالتالي مهم جدا عشان تكسير الجلوكوز في داخل الخلايا. وبالتالي اما احط فلورايد هيتحد مع المغنيزيوم ويمنع عمل الايلوليز يبقى يمنع تكسير الجلوكوز يبقى يظل البلاد جلوكوز لا يتاثر بالرغم من ان انا سبت الدم مده طويله. اوكي؟ فهمنا السؤال والاجابه ولا لا؟ ها؟ دايما السؤال بيبقى ليه بتحط فلورايد على عينات الدم اللي ايه؟ اللي هنحللها للجلوكوز. لان الجلوكوز هيقل في عينات الدم لو ما حطيناش فلورايد. لو حطينا فلورايد هيمنع تكسير الجلوكوز هيظل البلاد جلوكوز زي ما هو لا يتغير بالرغم من مرور عدة ساعات. ممكن ايه؟ الخلايا تموت؟ طبعا طبعا. وفعلا الحالات دي عادة بيحصل هيمولسيس. بيحصل هيمولسيس. يعني العينات اللي بنحط عليها فلورايد نلاحظ دايما ان لما تتقفل بره يحصل هيمولسيس. تفتكروا ليه يحصل هيمولسيس؟ لان احنا كده وقفنا جلايكوليسيس وقفنا تكسير الجلوكوز في الخلايا ده يؤدي لايه؟ الخلايا مش هتقدر تصنع اي تي بي. يعني هي ريكسل بتعمل ايه بالجلوكوز؟ طلع منه اي تي بي. ما بتخسر الجلوكوز جلايكوليسيس بتطلع اي تي بي. طب لو ما قدرتش تطلع اي تي بي يحصل ايه؟ الكلام ده المفروض ترد عليه في الجيولوجي يا اولاد. الصوديوم بامب ما بيشتغلش. الصوديوم بامب ما بيشتغلش. وما الصوديوم بامب ما يشتغلش يحصل ايه بقى؟ الميه تخش جوه الخلايا والخلايا تحرك. اوكي؟ لازم الصوديوم بامب باستمرار تبرد الصوديوم بره ليه؟ عشان تقلل الاوسموتيك بريشر جوه. وبالتالي الميه ما تخشش زياده عن اللزوم وتخلي الخلايا تحرك. خدت الكلام ده في الفيزيولوجي ولا ايه؟ اوكي. في دم مركبات فيري توكسيك انزايم سايناين وكاربون مونوكسايد. دول فيري توكسيك ليه؟ مشهور طبعا كلكم عارفين السايناين فيري توكسيك كومباوند. الكاربون مونوكسايد كذلك والازايد. ازايد اللي هو نيتروجين. صوديوم ازايد ان اي 2 ان صوديوم ازايد. ازايد والسايناين والكاربون مونوكسايد دول فيري توكسيك كومباوند ليه؟ لانه بيتحدوا مع الايرون بتاع انزيم اسمه سيتوكروم اوكسيديز وبالتالي يمنعوا السيلولار ريسبريشن. يمنعوا السيلولار ريسبريشن.
Okay, chemically they are very toxic. لأن هيعملوا دي دي فورميشن انسكتس. اوكي خلينا نكمل المره الجايه ونبتدي بقى.